كفايات أحد مشاريع وزارة التعليم التطويرية الذي سيحدث تغييراً كبيراً في الأنظمة التعليمية ويحسن من مستويات الأداء عبر تعزيز التعلم الذاتي للطالب ليصبح متعلماً مستقلاً قادراً على التوجيه الذاتي لنفسه. هو نظام تعليمي جديد للمملكة العربية السعودية يقوم على تقييم الطالب على مهاراته وليس على المحتوى الدراسي الذي يقدمه المعلم، وإنما على مهارات يكتسبها الطالب خلال السنة، ويقوم المعلم على تقييم هذه المهارات باستخدام السلالم الروبريك، شيء قاله الروبريك. ولأنه مشروع نوعي جاءت هذه الشراكة النوعية مع جامعة ملبورن في أستراليا، وهي واحدة من أهم جامعات العالم في تطوير أساليب التعليم لترسم ملامح المشروع وتجهز قادة التغيير من أبناء الوطن. So we're working with the Saudi people. نحن نعمل مع السعوديين في تطوير نظامهم التعليمي باتجاه الكفايات، والذي يختلف عن نمط التعليم التقليدي ليس في السعودية فقط بل في العالم، والذي يعطي الامتياز للمدارس والمحتوى المعرفي للمهارات. حضرت جامعة ملبورن هذه الدورة التأسيسية الأولى بالعديد من الأبحاث والدراسات الدقيقة التي ترتبط ببرامج رؤية 2030. نحن نعمل معا هنا لنساعد المعلمين السعوديين للعمل باتجاه رؤية 2030 وللنظر إلى أفضل أنظمة التعليم. بالتالي نحن نتحدث عن كيف نحسن تدريس الطلاب السعوديين ليتقدموا إلى الأمام للتطوير ولبناء مهارات جديدة. 24 مشاركاً اختيروا بعناية فائقة. بعد تجاوزهم لعدد من البرامج والتحضيرات، فهم النواة الأولى التي ستنقل التجربة في أرجاء المملكة، وليسهموا في تحويل دور المعلم من ناقل للمعرفة إلى ميسر للتعلم. يعتبر برنامج كفايات أحد الاستراتيجيات اللي بإذن الله ستحقق رؤية 2030 في تأهيل المهارات الموارد البشرية بالمهارات المطلوبة. احنا عندنا طلاب، الطلاب هم طبعا مستقبل الأمة. الطالب لازم يكون يمتلك مهارات القرن 21، لازم يكون مؤهل بمهارات عدة. مناهجنا موجودة فيها يعني تساعد على هذه المهارات، لكن ربما طرق التدريس لا تفي بهذا الغرض. المعلمين أيضا يجب أن يكونوا يمتلكوا مثل هذه المهارات لأنهم هم القدوة وهم ناقلي هذه المهارات لطلابهم. يأتي كفايات كفكرة رائدة تحقق رؤى الوطن في التحول الوطني من الجانب الأكاديمي، ومن سينقل هذه الخبرات العالمية والدولية هم قادة التغيير الموجودون هنا في أستراليا، ينقلوها لمن خلفهم من معلمين ومشرفين في المدارس السعودية. لقناة عين عبد الوهاب الشهري، ملبورن أستراليا.